صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج مستمعينا نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم، ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة وهذه الساعة الإذاعية التي نتمنى أن تكون إن شاء الله عامرة بالمعلومة الصحية التي نصل بها إليكم نحو نمط الحياة الصحي والسعيد. عموما مستمعينا، رحب بطاقم البرنامج معنا اليوم في الإعداد الأخت نور نزال، وأيضا في التنسيق نجاة السويدي، صباح الخير نجاة، وأيضا في الإخراج عيسى سبيل. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وتشاركني اليوم التقديم دكتورة ميسون الشعالي. صبحك الله بالخير دكتورة. صبحك الله بكل خير أخوي محمود، أحب أصبح على مستمعينا، أصبحكم الله بالخير، وإن شاء الله تكونون خلصتوا من الزحمة ووصلتوا دواماتكم بالسلامة إن شاء الله يا رب. بعد هذا إذا ما وصل دوام الحين بعد هذا متأخر. اليوم وايد زحمة، في شيء مشكلة؟ كل يوم زحمة اليوم بزيادة، ما أدري أنت الحين ستبررين ليش أنت تأخرتي. والله ساعتين في الدرب. ها قاعدة تبريني ليش أنت تأخرتي؟ لا إنزين، شو أرقام التواصل معنا الدكتورة؟ 600551414 المسجات على 4006 4006، موجودين معاكم كذلك عبر حساب نور دبي على الإنستغرام. طيب المداخلة جاهزة عندنا نجات؟ إنزين، ناخذ الفقرة الخاصة بالتغذية عن حساسية الطعام عند الأطفال، معانا أخصائية التغذية السريرية إيمان محمد فروخ. صبحك الله بالخير إيمان. صباح الخير يا صباح الورد. صباح الخير اليوم إيمان. الموضوع صباح الخير، أهلين، هلا حبيبتي، تفضلي. اليوم موضوعنا عن الحساسية عند الأطفال. أيوة. هاي الحالة كتير بنواجهها إحنا عندنا في مستشفى لطيفة. فحساسية الأطفال هي رد فعل جهاز المناعة مباشرة بعد تناول أنواع من الأطعمة اللي هي الأطعمة الغنية بالبروتينات. في عندنا أكثر إشي كومن اللي هو المعروف. أيوة. حساسية الحليب، حساسية بياض البيض، الفول السوداني خذي وقتك، ما عليك ذكري، واللحوم، الدجاج، الأسماك. نعم. اللي هي البروتينات. أوكي. الأكلات الغنية بالبروتين. نعم. طيب هي أكثر أنواع الأعراض. أيوة. الأعراض طبعا لازم الأهل يكونوا واعيين لهاي الأعراض أو يعرفوا شو الأعراض. في عنا مش بس حكة الجلد، ممكن أحيانا تكون آلام في البطن أو إسهال أو قيء يعني بعد تناول نوع معين من الطعام، أو مثلا تورم في الشفتين أو الوجه، بيصير في عنا تورم وحكة. في اللي هي الأعراض الأكثر حادة بتكون انقباض وتضيق في المسالك اللي هي الهوائية، بيجينا الطفل مخنوق أو انخفاض في ضغط الدم أو دوخان أو مغمى. أحيانا في أطفال بيغمى عليهم من الحساسيات، هذه بتكون أعراض أكثر حادة. أيوة. كيف يمكن إحنا نقي الأطفال من هاي الأعراض أو من هاي الحساسية؟ أول حاجة الوقاية بتكون في إنه ما يبدأوا أي طعام، يعني لما يبدأوا الطعام يبدأوا كل طعام جديد خلال 3 أيام يجربوا هذا الطعام. أيوة. مثلاً الأم اليوم بتجرب الرز لثلاث أيام، بعدين بعد 3 أيام بتضيف شيء جديد مثلاً الكوسة. فكل 3 أيام نوع طعام معين عشان لما يحدث تحسس نعرف إنه بسبب هذا النوع من الطعام. كم الفترة اللي ممكن يتم فيها الجسم يعني ممكن يتحسس بعد نوع معين من الأكل؟
تختلف الحالة من طفل لطفل، لأنه في حالات شديدة وفي حالات خفيفة، فممكن يظهر التحسس خلال يوم مثلا بعد يوم، أو ممكن تظهر في الفور، فبتختلف الحساسية إذا حادة أو طفيفة. طيب هني في سؤال يقول أستاذ إيمان، ولدي شربناه جل بطعم الفراولة عشان ظهور الأسنان على طول جسمه صار أحمر، فحساسية الفراولة هل هي وراثية؟ لأن عندي أنا حساسية منها. طبعا الحساسيات هي ممكن تكون وراثية؟ في ايوه فيها من الوراثه، يعني اذا الاهل عندهم حساسيه من المكسرات فاحتمال كبير انه الطفل يكون عنده حساسيه من المكسرات، وهكذا الفراوله. في عندنا كمان انواع من الفواكه مثلا الشمام، البطيخ، في ناس، فبيختلف، مش ضروري بس تكون من البروتينات، بس هي اكثر الاشياء المسببات بتكون من البروتينات، بس في حساسية فراولة وبتكون جينيتك. طيب يقول صباحكم الله بالخير دكتور، عندي طفل عنده حساسية من المكسرات، سؤال كيف يمكن التخلص من هذه الحساسية علما أنه دوم نحاول أن الطفل ما يقرب للمكسرات؟ يعني هذا على حسب كلام دكتور، نتخلص من الحساسية نوقف المسبب صح؟ أكيد طبعا انزين. نوقف المسبب ونقرأ، مهم جدا نقرأ بالضبط هني في البيانات الغذائية، لأنه أحيانا ما بيكون الإشي مش طيب مبين أنه عليه مكسرات، بس ببطاقة البيانات الغذائية بيكون مكتوب إنه تحتوي على المكسرات، بالذات المكسرات لأنها حساسية شائعة، فبتكون دائما مكتوب فيها طيب يمنع تناولها. دكتورة يعني شوفي هذا الكلام بتقولينه حق واحد بالغ فاهم ممكن يستوعب، الطفل كيف أنا أقدر أتعامل معاه في هذا الموضوع؟ في زي السوارة بيكونوا بلبسوها للأطفال اللي عندهم حساسية، فممكن مدرسته في الصف، احنا نعرف اصدقائه ومدرساته في الفصل والنيرس الموجوده في المدرسه انه الطفل هذا يعاني من الحساسيه، فدائما تكون منتبهين عليه، واغلبيه مدارس الدوله الحمد لله يعني تمنع الاطفال انه يجيبوا، اغلبيه المدارس يعني حسب علمي انه بيمنعوا الاطفال يجيبوا بالذات المكسرات صحيح او صحيح. الفول السوداني. دكتوره، ما هي الفحوصات اللي لازم يسوونها علشان يعرفون نوع الحساسيه؟ اوكي، في عندنا اللي هو فحص الدم موجود عندنا في دائرة الصحة، في عندنا اللي هو ممكن اذا الام مش حابة انها تروح للمستشفى مثلا، اللي هي نظام الاستبعاد الغذائي، انه تستبعد بعض الأطعمة اللي هي شاكة ان هي بتسبب له حساسية لمدة اسبوعين، بعدين تبدأ بعد اسبوعين تجرب له الأطعمة اللي مسببة للحساسية. في عندنا اللي هو التحدي الغذائي الفموي، اللي هو أثناء الاختبار يعني في العيادة عندنا بنعطي كميات صغيرة لكن متزايدة من الطعام، يعني شوي شوي بنزيد في هذا ونشوف اللي هي الحساسية، مثلا الأم شاكة في حساسية البيض فبنعطي شوية بيض، بعدين بنبدأ نزيد في البيض نشوف الطفل تحسس ولا لا، بس طيب عندنا في العيادة طبعا طيب لأنه ما بنضمن شو يكون رد الفعل. طيب قبل ما أختم معك أستاذ إيمان، لو تعطينا بس نصيحة ختامية للمستمعين. بس في معلومة حابة أحكيها، إنه زمان إحنا كنا نقول للأهل امتنعوا عن الأطعمة المسببة للحساسية لعمر السنة، لا، في دراسة جديدة بتقول إنه إذا عندك وراثة شغلة معينة ممكن تبدأي لها للطفل من عمر 4 إلى 11 شهر، أو تتجنبيه تماما لغاية ما يصير عمره 5 سنوات، وهذا حكوا فيه السنة الفاتت في مؤتمر دبي للتغذية في العام الماضي. على طاري المؤتمر نصيحتي اي تفضلي. تفضل دكتور. لا تفضلي كملي. عشان هيك يعني العلم بتطور، ولازم احنا اخصائيات التغذيه دائما نواكب التطورات ونقرا، يعني ما يوقفوا، طيب حتى الاهل ما يوقفوا يعني يقراوا عن العلاجات ويتناقشوا مع الدكتور، دائما احنا بنحب نسمع من المرضى. تفضل. طيب أنا بس كنت أبغى أذكر بمؤتمر التغذية، يعني ما باقي أيام تفصلنا عن هذا المؤتمر، يعني مو بأيام قليلة، أيام طويلة، ولكن ما زال المجال مفتوح للي حاب يرغب أن ينضم لجدول الأعمال الغني بالكثير من المواضيع اللي تهم أخصائي التغذية، وأيضا يعني العاملين في هذا القطاع. نحن شاكرين لك أستاذة إيمان محمد فروخ، أخصائي
أخصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، كنا نتحدث عن حساسية الطعام عند الأطفال. شكرا جزيلا لك إيمان. أهلا وسهلا فيكم، يوم سعيد. شكرا. هني يقول أنا ربيعي بناته ثنتين هم عندهم حساسية من القمح اللي يسمى بالسلياك، ففي خوف أن لو صار حمل المرض يصاب الطفل الجديد، كيف يتجنب هذا الشيء؟ هذا ما نتكلم عنه بالتفصيل، بنخصص له حلقة كاملة. تبغين تكلمين عن هذا الموضوع؟ المفروض يبتعدون عن الأشياء اللي تسبب حساسية. بالضبط، وإن شاء الله يعني بنخصص له حلقة كاملة عن حساسية القمح، لأن موضوع يستحق أن الواحد يتحدث عنه. طيب أنا بطلع فاصل دكتورة، زين بعد الفاصل إن شاء الله متواصل مع العديد من المواضيع، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، حياكم الله مستمعينا، حياكم الله في برنامج صحة وسعادة، البرنامج الصحي اللي تقدم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة نور دبي. أرقام التواصل 600-55-1414، المسجات على 4006. طيب نحن المحطة القادمة إن شاء الله بتكون محطة رياضية، ما نتحدث فيها عن الفعاليات والمبادرات الرياضية في هيئة الصحة بدبي. معانا في الاستوديو الجناح الطائر السابق لي نادي الأهلي، البارحة فايزين بعد الشباب الأهلي على الوصل. زين زين، شوفونك هني يوم سويتي. معانا حمزة عباس مدير مشاريع الأنشطة الرياضية والمجتمعية في هيئة الصحة بدبي. أبو محمد ما باخذ تحليلك انا على مباراه البارحه لان انت حللت وردي زي بالحركه هذه زين، لكن خلنا ناخذ نبذه عن الفعاليات الرياضيه اللي تشارك بها الهيئه، خاصه ان الموسم بدا الموسم الرياضي. اي بسم الله الرحمن الرحيم، في البدايه اشكركم على هاي المقابله، اشكرك انت والاخت ميسون. بخصوص الفعاليات، اللجنه الرياضيه الحمد لله تفضل. فعاليات رياضية كثيرة خلال الفترة الجاية إن شاء الله لنهاية ديسمبر، ونحن قدمنا خطنا بكل فعاليات لإدارة الإعلام شو دور لجنة رياضية. لولا إدارة الإعلام في هيئة الصحة، وأنت أخ محمود واللي وياك أخوانك، وهذا لولا دعمكم لجنة رياضية لما حد عرف لجنة رياضية في هيئة الصحة، وبالتالي هذا واجب علينا نشكرك. يعني بخصوص فعالياتنا، نحن فعالياتنا الحين سوينا لنهاية الموسم، وفي فعاليات تحدي، وأنا بتكلم على فعالية عشان نعطي صورة واضحة للجميع. نحن بدينا في فعالية كرة الطائرة، وبدوا الموظفين مع هيئة الصحة مع مستشفيات القطاع الخاص، بدينا من 1-10 وماشيين. هذه بطولة شو اسمها البطولة هذه سويتها؟ بطولة مؤسسات، بطولة مؤسسات الخاصة. أوكي. مع هيئة الصحة. ممتاز. البطولة الثانية اللي هي دورة شيخة هند، أنا دورة شيخة هند أنا ما بأتكلم في الموضوع وايد، لأن أنتم بتستضيفون خلال الفترة الجاية الأخت حواء، وهذا قاعد الحين تحرق علينا كل البرنامج مالنا. لا ما عليه، يعني هم بتحدثون في الموضوع أكثر مني. إنزين، بس نحن بنأخذ عنها بشكل عام. إحنا مشاركة نسائية. إيه مشاركة نسائية مواطنات، والحمد لله السنة شيء زين، شاركوا في جميع اللعبات في مواطنات. حلو. السنة الماضية حتى السنة كرة السلة موجودين، يعني يكون بنشارك في كرة السلة. السنة الماضية ما شاركنا ما في لاعبات، والحمد لله بعد الدعم الإعلامي وهذا، وسمعوا عن اللجنة الرياضية وهذا، يوم أنت تسمع شيء يعني في اللجنة الرياضية شيء بمكان هذا تحفيز. جميل جدا تفاعلهم بعد وياكم، جميل. بالعكس كان هذا. الحين عندنا العقبة جاي تحدي دبي للياقة، اللي 30x30. تحدي دبي للياقة هذا هدف البرنامج اللي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد السنة الماضية بالتعاون مع دارة السياحة، أن يكون لمدة 30 يوم يكون جميع إمارة دبي يكون يمارسون نشاط رياضي. الهدف منه ترسيخ ثقافة رياضية في المجتمع للجميع، بس مو على مستوى دبي، على مستوى دولة الإمارات. جميل. وبالتالي نحن نحفز الموظفين مالنا خلال هذا الشهر انهم يساعدونا في تنفيذ هذا البرنامج
اللي موجودة عندنا إن شاء الله بيكون خلال الفترة الجاية. عقبة بيكون عندنا إكس سبارت ريس للسيدات. الملفت يا محمود السنة إن السنة الماضية كنا ندور حد إن يشاركونا من الموظفات، وهذا ما شاء الله السنة 40 وحدة. ممكن تقولنا بس أهم الرياضات النسائية والإنجازات اللي تحققت من قبل المرأة في الهيئة؟ هي في بطولة شيخة هند السنة الماضية إحنا أخذنا في درجات بطولة على المركز الثاني والثالث، أخذنا في بادمنتون كرة الريشة. جميل. حنان وأخت دكتورة في مستشفى لطيفة ودكتورة مهنات خذت على الدرجات، فادت يعني في إنجازات الحمد لله رب العالمين. كمشاركتهم هذا نحن في أول الهدف أن نكسب الموظفات المواطنات أن يشاركونا. جميل. ما نطالع بالنتيجة في البداية. تقول العام كنت تدور، السنة شو الوضع؟ السنة 40 40 مشاركة ما شاء الله، وحدة 40 مشاركة في سبارت ريس للسيدات ما شاء الله 40 وحدة. كم عدد مواطنات ما شاء الله من بينهم؟ معظمهم مواطنات. معظمهم مواطنات. سجلتي دكتورة ولا؟ يا ساشر لنا أبغى أي زين توكل على الله. المفروض تسجلين في ألعاب الحكومية. زين ليش لا؟ أول شيء خذها شوف لياقتها. زين. في سباق وعقب ما نشارك ممكن تراثليون للسيدات. تراثليون للسيدات أفتكر محمود يعرف يعني. يعني ثلاث سباقات ويا بعض. مثل ما أخذنا الجري، أخذنا الدراجات، أخذنا السباحة. هم بيكونون ويا بعض. حد يخلص اللعبة كمل اللعبة الثانية. صح. لعبة كمل اللعبة الثالثة. لمدة وقت. اللي خلص أول هم البطل. بعدين بنشارك في معرض دبي كمال أجسام. اللي جاي في شهر ديسمبر بعد نحاول نشارك وياهم. هل للرجال طبعا كمال أجسام معرض المؤتمر هذا نحن في عندنا مشاركين من الهيئة بعد؟ لا كمشاركين ما بنشارك. بس كمشاركة كمؤتمر بنكون موجودين. أوكي. بنقول ستاند أو الدكتور يحاضر عن أضرار البروتينات والسوالف اللي يأخذون الشباب. ما حد يسمع يا ريال، هذول ما يسمعون إن شاء الله نحاول اسمه. لا 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 لأن للأمانة هذه يعني مسألة لا نحن نتحدث دائما أبو محمد عن هذا الموضوع ونتحدث عن الأضرار ونتحدث عن الأمور اللي الواحد لازم ينتبه له من خلال ممارسته لمثل هذه المهنة، ويجب أن تكون يعني سامحنا شوي بطلع خارج الفعاليات الرياضية، ولكن هي مسألة خطيرة تكلمنا في حلقات ماضية عن أضرار هذه المكملات والهرمونات اللي يأخذون على الإنسان. أضرار كبيرة صراحة بالنسبة للرياضيين يعني. صحيح. ممارسات ضارة جدا من كل النواحي. أوكي واحد يروح الجيم يمارس حديد يمارس أشياء هذا. بالضبط. بس ما يأخذ أشياء عشان يطلع العضلات يعني. ما له لزوم. إذا كان شيء طبيعي بيكون وايد زين. عقب نرجع للفعاليات الرياضية لأن هذا بعد فعاليات رياضية حلقات قادمة. عندنا عقب سباق ريس في حتى. سباق هذا قوي. في حتى في بال في وادي في تسلق في كل شيء نحن مشاركين إن شاء الله مع الدوائر الثانية في حكومة دبي. جميل. مشاركين من خلال الموظفين حتى ولا موظفاتي يبغون يشاركونا بعد أقول يا ريت نشاركوا بعد زين. ليش لا؟ بعد نحكي لجنة رياضية بنشارك بالتعاون والتنسيق مع إدارة النفسي اللي في مستشفى راشد هم يسوون تاريخ 23/11 عندهم في جميرة هناك يسوون برنامج توعوي للحالات النفسية وهذا يكون مشي مع جميع الهيئات ونحب نكون مشاركين وياهم كلجنة رياضية إن شاء الله. إن شاء الله. برجعنا لموضوع ال 30x30 اللي هو التحدي خلال شهر. خلال هذا الشهر نحن كلجنة رياضية عندنا برامج، عندنا بنسوي برنامج في مركز تأهيل اللياقة اللي في الصفا اللي عندنا مدير دارنا أخ يوسف أخ عبد الله لمدة نص ساعة الصبح للموظفات بنسوي لهم نشاط رياضي لمدة نص ساعة يمارسون. هذا بس الموظفات حتى الزوار إذا الزوار يعني اللي موجودين في الحديقة وهذا ما في مشكلة يعني. أوكي. حاضرين يعني. عقب بنسوي نشاط للمستشفيات، بروح المستشفيات بنسوي اجتماع مع المدراء التنفيذيين مدراء المستشفيات نقول شو البرنامج اللي أنت تبون خلال هذا الشهر للموظفين نص ساعة بس تعطونا إياه في المستشفى أو نحط لهم درجات ريدمد نحط لهم شيء يعني موظفتي أو موظفي يتمرن نص ساعة نحن ما نبقى أكثر من شيء وممكن يتمرن برا مو مشكلة بس كهيئة الصحة لازم نشارك مع هذا البرنامج بقوة. عندنا مباراة بنسوي بين كرة قدم طبعا محمود يشارك دائما ويانا المدراء مع أطباء يفوز ولا ما يفوز ولا محمود يفوز ساعات ساعات
وبعدين تسوي بطولة كرة سلة ثلاثية. لا بس فوضوي في الملعب شوية. لا تعليق. كرة سلة ثلاثية، ثلاثة ثلاثة، تحدي على باسكت واحد، والفائز بنعطيهم ميداليات عليهم شعار التحدي هذا. وبنسوي بعض الأنشطة قلت لكم في مستشفيات دبي وفي المراكز، وهذا بالتعاون مع المدراء التنفيذيين في المستشفيات في هيئة الصحة. وبالتالي نحن نحاول نغطي لنهاية السنة معظم الفعاليات بدعم من إدارة الإعلام. بالعكس واجبنا نحن، أنا وايد مستانس أستاذ حمزة على أن هنالك تجاوب كبير من الموظفين، اللهم لك الحمد، يعني هذا اللي كنا نتمناه. وإن شاء الله يا رب يعني السنة هذه والسنوات القادمة بتكون سنوات إنجازات رياضية نتمنى لها، أن تكون عامرة بالميداليات وعامرة بالتوفيق، وإن شاء الله يعني الكل يشارك ويحاول أن يعني يرفع اسم الهيئة مبدئيا ما بين الدوائر الحكومية، يعني اللي بيفوز دائما نحن نهنيه. يعني قد الفكرة هي عملية المشاركة، ولكن في النهاية نحن نستانس لما يكون في تحقيق أي إنجاز بهذا الشكل. أيضا بعد نذكر أن كانت الدكتورة مهناز فازت بالمركز الأول بالدرجات في ناس، في بطولة ناس ما خذت المركز الأول، كان إنجاز جميل جدا، وضربوها بعين وحين ريلة مكسورة. ألف ألف سلام عليها، الله يسلم. لا هذا الإقبال الحين ما شاء الله حصل عقب برنامج ألعاب الحكومية. صح، الألعاب الحكومية حصلت دعم إعلامي كبير. صحيح، المدينة دبي كلها، ونحن في الهيئة ما شاء الله في القسم الإعلام ما قصروا، دعمونا وتسجيل فيديوهات، تسجيل كل شيء، وجماعة خاصة السيدات صعدوا للمرحلة النهائية. حلو. من ضمن ست دوائر من حوالي 50 دائرة. نعم، دخلنا النهايات، نحن في النهايات لعبنا معهم، وبالتالي كان في دعم كبير، وهذا والحمد لله مدير عام ما قصر في شهر رمضان كرمهم كلهم تكريم للشباب وللبنات، يعني كان حافز، يعني شافوا الموظفين وهذا انه في حافز في اهتمام في الرياضه، وهذا بدوا يشاركون الحين. جميل، وهذه يعني هذه اكيد بتوجيهات من سيدي سمو الشيخ، لان هو رياضي ايضا من يعني اهتمام كبير من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بغرس هذه المفاهيم، لان هي كانت لها ابعاد اكثر من الرياضه فقط. بالضبط. هي كان في لها ابعاد تنعكس على القياده، يجب على العمل بروح الفريق وتعزيز هذه المفاهيم. نحن شاكرين لك استاذ حمزه عباس مدير مشروعات الأنشطة الرياضية والمجتمعية في هيئة الصحة بدبي، ونتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. في النهاية أقول يعني حبيت أشكر أخواني في اللجنة الرياضية اللي صراحة ما مقصرين، البنات والشباب يعني على الدور اللي يقومون فيه، وأقولهم مشكورين. يعطيكم جميعا العافية إن شاء الله. أنتم مشكورين معي. شكرا لك. طيب هني يقول عباس فرض الله ومحمد إبراهيم، كل التحية لك أخونا محمود وللدكتورة ميسون، وصباحكم صحة وسعادة. اللي مطرش مسج ضروري بليز، انا نزلت على الرسائل اللي تحت، يعني يعني الرسائل ما لها علاقه بموضوع برنامجنا، هذا الموضوع للبث المباشر، اتمنى انك انت تبعثه للبث المباشر او تبعثينه للبث المباشر، اللي كان يتكلم عن معهد التكنولوجيا التطبيقيه. عموما نطلع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله عن شو بنتكلم. غشي حملة غشي، حملة الناجين من السرطان. انزين، فاصل وراجعين. صحة وسعادة، حياكم الله مستمعينا في برنامجكم صحة وسعادة عبر إذاعتكم المتألقة نور دبي. نذكركم أرقام التواصل 600551414، والمسجات على 4006. طيب أنا أبغي بس إذا تسمح لي عيسى، أبغي أوجه تحية حق محمد الخالدي على الفواصل الجميلة هذه اللي طالع فيها في الإذاعة، يعني عطانا شيء رونق جميل وجديد للشكل الجديد للإذاعة، فمبدع يستحق التحية. شكرا لك يا محمد، مهندسنا، مهندس هو شو يسمونه، مهندس صوت، مهندس صوت ها، ومخرج وكل شيء ما شاء الله عليه.
عموما يقول لدي سؤال يخص نقل وزراعة الأعضاء في الإمارات. لماذا ترفض شركات التأمين قبول علاج وصرف أدوية هؤلاء المرضى؟ يوجد قانون ينظمه، هذا الأمر صدر في 2016، فلماذا التأخير في إنشاء المركز الوطني للأعضاء؟ لماذا لا يفعل دور الأطباء في أقسام الطوارئ للنظر في حالات الوفاة الدماغية؟ لدينا الإمكانيات الجبارة، فلماذا نحول المرضى للعلاج في الخارج ونحن قادرون على دعمه في بلادنا؟ أرجو إطلاعنا على المستجدات. إن شاء الله ما نطلعك على المستجدات، معنا في كثير من المواضيع يعني تختص فيها عدد كبير من الجهات. وبالفعل كان في قانون صادر من سيدي صاحب اسمه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بهذا الخصوص، ولكن خلنا نشوف التفاصيل كلها، لأن أتذكر أن كانت في اجتماعات وشغلات تصير في هذا الوضع. بحاول استضيف والله الدكتور أحمد سليمان إذا قدرت في الأيام القادمة على أساس أن يعطيني التفاصيل القانونية مال هذا الموضوع قبل أن ندخل في التفاصيل الطبية. عموما معانا عبر الهاتف الدكتور محمد عمارة، أخصائي علاج أورام في مستشفى دبي، بنتحدث عن الناجين من السرطان. حياك الله دكتور محمد. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بحضرتك وأهلا بكل المستمعين وبساعدكم الكريم. أهلا فيك دكتور. دكتور بس نتحدث عن الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى دبي لمرضى السرطان. الحقيقة مستشفى دبي فيها قسم أورام متكامل يقدم علاج للأورام السرطانية، سواء أمراض الدم، أورام السرطانية بالدم أو أورام الصلبة احنا بنسميها، للكبار وللأطفال. العلاج الكيماوي والعلاج المناعي متوفر وموجود عندنا، عندنا موجود خدمات المتابعة كمان، الأشعة المقطعية والطبقية وأشعة المسح الذري للجسم كامل اللي هي أشعة البيت سكان. دي الحاجات الأساسية اللي موجودة عندنا. أيوة. بالإضافة لبعض الأنشطة التانية اللي احنا بنعملها لقيت صحة دبي، زي موضوع حلقة حضرتك النهاردة أو موضوع سؤال حضرتك النهاردة عن حملات اللي احنا بنعملها المرضى بتاعنا. طيب دكتور خبرنا عن الحملة اللي سويتوها، حملة جميلة جدا اسمها مميز، ويعطينا يعني أمل كبير ويعطينا تفاؤل في هذا الموضوع اللي هو حملة الناجين من صحيح. السرطان. خبرنا صحيح. عن هذه الحملة. صحيح صحيح، هو زي ما حضرتك بتقول فعلا حتى الحملة من اسمها تعطي أمل، لأن ما شاء الله هي صحة دبي كتير بتعمل كتير من حملات التوعية للتوعية والكشف المبكر عن كثير من أنواع السرطانات زي سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الرئة وغيرها، لكن مش كتير بنحتفل بالناس اللي نجوا، يعني المرضى اللي فعلا تم تشخيصهم بالمرض دوت وتم علاجهم مش بنحتفل بيهم. علشان كده احنا قررنا ان احنا نعمل الحملة الاولى من نوعها في صحة دبي للاحتفال بالمرضى اللي قدروا ان هم يحاربوا المرض وينتصروا عليه واللي نجوا فعلا من المرض اللي هم الناجين من السرطان. تم دوت بمشاركة الناجين وبشاركة وفي وجود كمان المرضى الحاليين اللي لسه حاليا بياخدوا العلاج او تحت العلاج الكيماوي. كان في مشاركه ما بين المرضى الناجين، حكوا التجارب بتاعتهم والمراحل المختلفه من العلاج اللي مروا بيها والمشاكل اللي قابلتهم والروح المعنويه اللي كانت احيانا بتبقى محبطه واحيانا ازاي قدروا يقاوموها. تم مشاركه التجارب ديت ما بين اللي نجوا فعلا من المرض. كم عددهم تقريبا دكتور الناجين؟ كبير، هو عددهم كبير ما شاء الله، يعني هو طبعا الحفل مش كل الناس قدرت تحضر، احنا كان عندنا ما شاء الله حضور اكتر من فرد، لكن طبعا ما شاء الله العدد كان، احنا عندنا العدد الناجين كتير. دكتور يعني انا ابغي اسال الان حين هل يعني فرص النجاة من هذا المرض، يعني الناس يخافون وايد اذا الواحد صابه، يعني بس يسمع ان فلان فيه سرطان يعني ويسمونه الخبيث، واللي يقول يعني العياذ بالله يعني ان الواحد يتعوذ من هذا المرض، والله يشافي اللي ابتدي بهذا المرض والله يعني يبعد هذا المرض عن اللهم اللي يسمعنا. اللهم امين، اللهم امين، كلام حضرتك صحيح 100%. هي طبعا دي حاجه معروفه في العالم كله ان كل ما يتم الكشف والتشخيص المبكر للاورام يتم الشفاء منها تماما زيها زي اي مرض تاني. كل ما تكون المرحله مبكره كل ما تزداد نسبه الشفاء،
وما شاء الله نسب الشفاء اللي موجودة عندنا متماشية مع نسب الشفاء اللي موجودة في العالم. جميل. وكل ما بيكون المرحلة والكشف مبكر، كل ما يكون في نسبة شفاء والأمل أكبر بكتير. دكتور، تخبرنا بس عن أهمية نشر قصص نجاح الناجين من السرطان، وفي شيء بعد أنا أحسه وايد مهم، الناس اللي يدعمون المرضى سواء كانوا الأهل، الأم، الأب، الزوج، شو أهمية نشر هالقصص حق الناس؟ صحيح. هو الحقيقة على عكس ما كنا متوقعين قبل وإحنا بنرتب الحملة ديت، إن في ناس كتيرة ما بتحبش تحكي عن المرض دوت وبتختفي أو تستخبى عن عيون الناس ومتتكلمش، لكن على عكس المتوقع إحنا دعينا ناس كتير، تقريبا كل الناس اللي دعناهم حضروا، وبالعكس يعني إحنا كنا مجهزين بعض الناجين إن هم يحكوا التجارب بتاعتهم، لقينا في وسط الحملة ناس كتيرة بترفع إيديها وعايزة تتكلم وعايزة تحكي عن تجربتها. اللي استفاد من دوت أكتر حد المرضى اللي لسه حاليا على العلاج، لأن هم شافوا قد إيه الطاقة الإيجابية اللي كانت موجودة في الاحتفالية والناس اللي نجوا، وعرفوا إن في، لأن الناس كتيرة ما بتسمعش، يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت في ناس بمجرد ما بتسمع التشخيص وتقول سرطان خلاص بيفتكروا إن ما فيش أمل، لكن لما يلاقوا إن في ناجين، ناس ناجين من السرطان، وقد إيه هم كانوا أقوياء وقد إيه هم دلوقتي عايشين حياتهم بشكل طبيعي، بيمارسوا كل أنشطتهم اليومية بشكل طبيعي، ده بيديهم طاقة إيجابية وبيرفع من روحهم المعنوية، ودوت ساهم امبارح بشكل كبير في كان في سعادة غامرة في الحفلة، في الحفلة امبارح، سواء من الناس الناجين نفسهم، هم كانوا سعداء إن هم بيحكوا تجربتهم وبيعرضوها على الناس، وحسوا إن هم احتفلوا وإن إحنا كنا بنحتفل بيهم، والمرضى الحاليين اللي بياخدوا علاج حتى اللي كان محبط منهم اعتقد ان هو جاله شحنه من الطاقه الايجابيه سهلت كتير جدا وتدي له دفعه وتحس ان شاء الله دايما في امل. جميل. دكتور، يعني هذه الاحاديث او الكلمات اللي خرجت من المعنيين او الناجين بهذا المرض، ابغي اعرف يعني على شو ركزوا في عمليه الحديث، خاصه انك انت ذكرت انه هذه الكلمات ممكن أن تساهم في يعني علاج أو تشجيع المصابين بهذا المرض. أبغى أعرف ما هو سر نجاح، إذا إن صح التعبير، أو شفاء هؤلاء الناجين؟ صحيح. هنا طبعا الشفاء بيد ربنا سبحانه وتعالى، وزي ما احنا كنا صحيح. متفقين ان الكشف المبكر دايما هو اللي بيدي نسب شفاء عاليه. صحيح. لكن اكتر الحاجات اللي المرضى او الناجين اتكلموا عنها امبارح هي عدم وجود الطاقة السلبية، عدم وجود الإحباط، عدم السمع للكلام الناس الغير معنيين بعلاج المرض، لا ده خلاص، لا ده ما فيش أمل، لا ده انت هتتعبي، ده انت هتحسي بكذا أو كذا أثناء جرعات العلاج الكيماوي. أكتر حاجة تركزوا عليها امبارح إن احنا ما نسمعش التجارب أو ما نسمعش الكلام ناس من غير ما يكونوا مروا بالتجربة، لأن كل مريض جسمه وقابليته او تفاعله مع العلاج بتختلف من مريض للاخر. والحاجه الثانيه ان احنا ما نسمعش للاحباط او ما نسيبش نفسنا للاحباط او نظره العطف من المجتمع، يا حرام ده مسكين او حاجه زي كده، لان ده هياثر علينا على روحنا المعنويه. في حد من الناجين كان اتكلم امبارح وبيقول ان هو اثناء العلاج الكيماوي طبعا شعره بيسقط، وطبعا دي بتبقى حاجه مؤقته، يعني بمجرد ما بينتهي العلاج الكيماوي الشعر بيرجع تاني، لكن كانت بتتكلم انها ما شاء الله واثناء ما كان شعرها مش موجود كانت بتخرج وبتروح وحضرت 3 افراح اثناء الكورس او كورس العلاج بتاعها. ما شاء الله. فما شاء الله، فدي كانت حاجات كلها ادت يعني غيرت مفهوم العلاج عند الناس ومفهوم بعض المفاهيم المجتمعيه اللي الناس قد تفهمها خطا او قد تاثر سلبا على نفسيتهم وعلى استجابتهم بالعلاج بتاعي. أنا دكتور يعني إن شاء الله بعد البرنامج بحاول أتواصل معاك إني أخذ أرقام الإخوان هذيلا، إذا حابين نتواصل معهم بخصص لهم حلقة كاملة نستعرض هذه التجارب. هنا يقول سؤال دكتور لو سمحت، بالنسبة لسرطان البنكرياس هل من الصعب الشفاء منه؟ أنت كنت تتحدث إن الشفاء بيد رب العالمين. بيد رب العالمين. صحيح. طبعا الشفاء بيد ربنا سبحانه وتعالى دائما. احنا عندنا يعني انواع كتيره جدا من السرطانات، اكتر من 100 نوع، وحتى المنطقه نفسها يعني ممكن نوع سرطان الرئه نفسه يكون داخله انواع تانية، سرطان البنكرياس انواع مختلفه، فبتختلف طبعا على حسب نوع المرض وعلى حسب درجه
او مرحله المرض، هل المرض منتشر او مش منتشر. المراحل الاوليه من المرض تقدر نقول المرحله الاولى والثانيه حتى المرحله الثالثه توصل نسب شفاء فيها عاليه جدا. المرحله الرابعه هي اللي الوضع فيها قد يكون شويه صعب، بنحاول نعمل كنترول على المرض على قد ما بنقدر. فكل ما زي ما اتفقنا مع حضرتك كل ما بنشخص بدري كل ما تكون المرحله مبكره بنوصل نسب شفاء عاليه. في مراحل من كانسر البنكرياس، سرطان البنكرياس ما شاء الله بتشفى، بتشفى وبتعيش حياتها طبيعيه اذا اكتشف مبكرا وتم علاجه صحيح. دكتور تعطينا بس نصيحه لمرضى السرطان ومن حولهم؟ اكيد يا فندم، طبعا هي النصيحه زي ما حضرتك بتقولي لمن حولهم كمان، لان ده النقطه المهمه اللي احنا لمسناها امبارح في الفعاليه بتاعتنا للناجين من السرطان، ان ناس كتيره اتكلموا عن ان هم احيانا ما بيبقاش عندهم طاقه سلبيه وما بيبقوش محبطين وبيقوموا عندهم قوه ايمان وصبر، لكن نظره الناس اللي حواليهم ممكن تحسسهم بالعطف وبالشفقه وده مسكين وطب معلش ريحوه او ما تتعبوهوش ما تخليهوش يعمل كذا او كذا، ما تخليهوش يخرج ما تخليهوش يحضر افراح مثلا وهو عنده شكله متغير من العلاج الكيماوي. فلا فعلا دور الناس المحيطين بالمريض كمان بيأثر في نفسيه المريض بشكل كبير، وكل ما المريض يحس ان هو طبيعي ما فيهوش حاجه وبيمارس انشطته بشكل كويس فيما لا يخالف طبعا التعليمات الطبيه بتاعتنا، يعني دوت فعلا بيساهم ان يدي للمرضى والناس الحاليين اللي على العلاج طاقه ايجابيه بتساعدهم فعلا في حصول نسبه شفاء عاليه. وعايز اقول لحضرتك فعلا فعلا يعني المرضى اللي احنا بنلاقيهم عندهم طاقه ايجابيه ومعنوياتهم مرتفعه فعلا دولت فعلا بنلاقي عندهم اعلى نسب شفاء. جميل. فدي رسالتنا اللي موجهه ليهم يعني. طيب دكتور بس آخر شيء في مستشفى دبي، يعني نبغي نتحدث عن الإمكانيات المتوفرة بشكل مختصر، وأهم الشغلات اللي تستدعي يعني اللي يحس لا قدر الله أنه عنده مشكلة ولا شيء شو مفروض يسوي وين ممكن يتوجه في مستشفى دبي. تمام يا فندم، هو مستشفى دبي قسم الاورام اللي موجود فيها يمكن اكبر من اكبر الاقسام اللي موجوده فيها، عدد الاطباء اكبر تيم موجود في يمكن في دوله الامارات، بتوفر فيها امكانيات تشخيصيه وامكانيات علاجيه، جميع الامكانيات التشخيصيه موجوده عندنا حتى احدث اجهزه التشخيص والمسح الذري على الجسم اللي هي بنسميها البيت سكان ما شاء الله متوفر عندنا، تم ادخاله حديثا من اول السنه دي، جميع الاشعات المقطعيه والرنين المغناطيسي، كل تحاليل الدم والتحاليل الجينيه والامكانيات التشخيصيه متوفره عندنا. الامكانيات العلاجيه احنا اوريدي موجود عندنا زي ما قلت لحضرتك علاج لسرطانات الدم وسرطانات الصلبه زي سواء في الكبار او في الاطفال، امكانيات العلاج الكيماوي والعلاج المناعي ده برضو متوفر، وكمان احنا عندنا كونكشنز مع اذر هوسبيتالز كمان داخل الاماره، مستشفيات تانية يعني برضو لاستكمال الخدمات المقدمة للمرضى. إذا كان في أي حد من المرضى عنده مشكلة يقدر يتوجه لأي وحدة صحية قريبة منه، العيادات الصحية الأولية قريبة منه، أو يقدر يتوجه دايركت مباشرة لقسم الأورام عندنا في مستشفى دبي. إحنا فعلنا نظام ان في كوردينيتور مسؤول، في مسؤول يوميا كل يوم في حد مسؤول من الاطباء ومن التمريض عن استقبال اي حاله جايه عندها اي استفسار، احنا مسمينهم الووك ان ديشنز، الدكاتره المرضى اللي بيجوا بدون اي مواعيد للاستفسار، عندهم اي مشكله عايزين يستفسروا عنها، فاحنا عندنا كل يوم حد طبيب مسؤول وممرضه مسؤوله عن دوت. جميل جدا. دكتور محمد عماره اخصائي علاج اورام في مستشفى دبي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا دكتور. انا شكرا جزيلا. انا قبل لا اختم بس دكتوره ميسون، هذه رساله ابغى اوجهها لجميع المستمعين. يا جماعه الخير اللي يعني ابتلي بمرض اي مرض ايا كان واخص امراض السرطان، ذكر الدكتور مساله مهمه هي عمليه النظره الايجابيه دائما للحياه، وهذه بتساهم في العلاج. وسمعنا عن قصص كثيرة تعاملهم الإيجابي مع هذا المرض ساهم يعني إما في تقليل أعراضه أو الشفاء منه، وهذه قصص نجاح
ذكره، وإن شاء الله أنا بحاول أتواصل مع المرضى هذين وأجيبهم عندي في الاستوديو عشان استعرض هذه القصص معاكم. ولكن السؤال أن يا جماعة الخير، إذا الله ابتلاك بمرض زين، فهذه من محبة رب العالمين لك، أنت مأجور على هذا المرض زين، فلا تنظر إلى المسألة بشكل سلبي. دائما نحن عندنا في الدين سبحان الله رب العالمين أكرمنا بالإسلام، أكرمنا بهذا الدين اللي دائما ما يعني نرجع لي. هي ساعات تشوف أنت تقول مصائب أو جاتك مصيبة أو ابتلاء، هذا الابتلاء أنت مأجور عليه إنزين، وسبحان الله إذا ترجع في الذاكرة في السابق بتشوف وايد أشياء أنت كنت متضايق منها صارت لك، بعد فترة تقول الحمد لله أنا استوابي كذا، ولا كان بيصير لي 1 2 3 4 أشياء أسوأ كانت سبحان الله. فهذا هو الدين إنزين، ومن الأشياء السيئة وقتنا خلص، بس بعقب شوية ما شيء تعقيب تعقب ولا بعد جديدة وياي خلها. إيه تفضل يا دكتور. طبعا أول شيء المسلم أمره كله خير الحمد لله. لو حتى الناس اللي حواليكم انفضوا من حواليكم، يتم الشخص نفسه هو الدافع الإيجابي لنفسه، يكون هو الأيديل يعني يحفز نفسه بنفسه. طبعا في هالظروف الإنسان يعرف معادن الناس، ساعات ينفضون الناس من حواليك. أنا أمس أكلم واحدة هي متشافية سرطان الصدر، فقالت لي أول ما اكتشفت المرض زوجي قال لي ما أبغيك، بس ما شاء الله عليها كملت. أيوة. واستمرت. أيوة الحين أنت هذا اللي تبغين توصلي له، ما في وقت دكتورة بنستضيفها. أعطيني الخلاصة بنستضيفها. يعني مهما يكون قولي حتى ربعي اللي هم ربعي ما يسألون عني، وناس أنا ما أعرفهم من بعيد يسألون عني، فهو الواحد اكتشف معادن الناس. معادن الناس طيبة دائما شوف الناس بشكل جيد، شوف يعني بغض النظر دكتورة، يعني أنا أتكلم أن معادن الناس كل واحد في خير في داخله في شو ما كان. عموما موضوع يطول، شكرا لك نجاة السويدي كانت معنا في التنسيق، شكرا نور نزال في الإعداد، شكرا لك دكتورة ميسون، شكرا محمود، وشكرا لمخرجنا عيسى سبيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بشو صحة وسعادة.